السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. النهاردة هنعمل افطار صايم عشان الهندسة بقى، هو ميصومش تعبان وانتوا عارفين. دي الحاجات اللي احنا جبناها، وهنعمل هنعمل تاني زيهم يوم تاني. النهاردة بقى احنا هنعمل نقطع اللحمة بتاعتنا. انا صباعي اتقطع. سكينة حامية. هنعمل صدمة للحمة بتاعتنا. احنا هنعمل تورلي، وده البرام اللي هنعمل فيه، ومعانا الخضار اهوت، وده ورق عنب، ورق عنب جميل صابح اهوت، جبته ب 30 جنيه يا جماعة، يعني الاسعار نزلت. وكوسة، كوسة كيلو ونص، وبطاطس كيلو ونص، والجزر برضو كيلو ونص، والطماطم بقى اللي ب 20. هنحط بقى وفي رز بسمتي كمان هنعمله. هنحط بقى اللحمة تاخد صدمة كده، ونجهز البرام بتاعنا ونرجع لكم. وهنعمل الرز بقى البسمتي، يعني مش عارفة بقى يعني هصور ولا مش هصور عشان الوقت. السلام عليكم يا حبايبي. النهاردة هنعمل الجزء الثاني من اكل الافطار صايم بتاعنا. احنا حطينا هنا بصل وثلاث بصلات كده، وكم فص ثوم، وهنفرمهم. معنا التوابل بتاعتنا، بابريكا وكاري وحبهان مطحون وورق لور واكليل الجبل وفلفل وكزبرة. هنحطهم عشان تدينا نكهة الشوي. نعمل البصلة بتاعتنا كده في الفراخ. كده عملنا حطينا الفرخة وتحتيها بطاطس، فرشين طبقة بطاطس تحتيها وشوية زيت والتتبيلة بتاعتنا، ونولع عليها بقى ونتبل بقى بقية الفراخ بتاعتنا. بنتبل بقية الفراخ عشان دي هتبقى شوية بس، ونحط كده تحت الكلب. احنا فاتحاها من ضهرها عشان نحطها مفتوح نشويها وهي بتبقى كده تحت الجلد. وانتوا طبعا شطورين عارفين التتبيلة بتتعمل ازاي. يلا هو كده احنا ايه تبلنا الفراخ معاكم دول عشان الشوي. حطهم بقى ونبتدي بقى نعمل الرز البسمتي بتاعنا. هنعمل الرز البسمتي بتاعنا. حط شوية زيت ذرة. نحط ورق لورو. نحط قرفة عيدان. وهنحط دلوقتي قرنفل. احنا كده نحط شوية حبهان مطحون. نحط وحدتين حبهان.
نكسرها كده ونحط كم واحدة مسمار من ده اللي هو القرنفل، 4 5 كده بس. ونحط الرز بتاعنا. لما بنشم ريحة طبعا التوابل اللي احنا حاطينها بنحط الرز. كده احنا بنغلف الرزايه بالماده الدهنيه بتاعتنا، ونحط الملح بتاعنا. والعقد بتاعنا اللي احنا عارفينه، الرز البسمتي الكوبايه عليها بعد ما انت بتنقعيه بتحطي كوبايه ونص ميه. مضغين رز من ده 3 ميه. مجين رز عليهم 3 مية واحنا ناقعين الرز بتاعنا. لما يتشرب بقى ده كركم وبابريكا. الكركم اكتر شوية من البابريكا، بنقلبهم مع بعض وبنحطهم عليه عشان يدينا اللون الحلو اللي كلنا بنحبه زي المطاعم بره. نخلص بقى ونوريكم واحنا بنغرف. ندخل الفرخة بالبطاطس الفرن تاخد لون. هي كده استوت، تاخدها لون كده. معلش في النور، الفيشة بعيد عن بتاعة الكهرباء بتاعة البوتاجاز. كده دلوقتي الرز بتاعنا اتشرب، هنحط بقى الميكس اللي احنا عاملينه ده بالكركم وبالبابريكا. نحط بقى كده، بيدينا لون حلو بعد كده لحد ما يخلص خالص. زي ما احنا شايفين كده، احنا حاطين في جزء وجزء لا، يعني بحيث ان هو يدينا الوان مختلفة. دي صينية البطاطس بالفراخ بتاعتنا خلصت، وده الرز بتاعنا البسماتي اهو مديني الوان فاتحة وغامقة. وطبعا يا حبايبي انا ما بغرفش، ما ببينش، يعني ما ببينش الوجبات يعني عشان حرام، يعني انا بعمل وخلاص وربنا هو ايه اللي مطلع ان شاء الله. واسيبكم بقى في بقية الفيديو ان شاء الله. حبايبي هنعمل بسبوسة، معانا شوية دي سميد هنغلفهم بنص كوباية سمنة، ما كوبايتين دقيق سميد، هنغلفهم بنص كوباية سمنة والنص كوباية تانية سمنة بلدي طبعا غلفنا بيهم الكنافة. بنقلبها كويس كده لحد ما تتغلف، بتبقى زي الرمل كده. انا حطينا معلقتين سكر ناعم معاهم ذرة بيكنج باودر، بنقلب كويس. معانا برضو العسل اللي احنا بنعمله للكنافة والحاجات دي، بنشيلها في بعمله واجهزه دايما واشيله في التلاجة، وبحط معلقتين كده واقلب. ونحط اللبن، هو المفروض احط نص كوباية بس انا يعني كنت مزودة شوية. هو احنا كده خدنا برضو نص كوباية. هي كانت حاجة شفتها على اليوتيوب وقلت اعملها، بسبوسة وعليها طبقة كنافة، بس بصراحة النتيجة ما عجبتنيش. يعني انا احب الكنافة كنافة والبسبوسة بسبوسة. طبعا انا عملتها في صينية هي مدهونة بطحينة، وزعتها حوالي سنتي، هي حوالي سنتي. يعني هي فكرة بس طبعا ما عجبتنيش،
وانا كده بحط مكسرات، ويا ريتني ما كنت حطيتها. المفروض ان انا احط قشطه، كنت حطيت القشطه الاول وبعدين رشيت عليها المكسرات. انا عملت العكس طبعا، ضايقتني لانها كانت وانا بفرد القشطه بقى تلم. طبعا دي حاجات اختياري، انت عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه مش مشكله. هي ما كانتش حاطه مكسرات، بس انا قلت يعني ازود. بنخبط كده الصينية عشان خاطر لو في هوا يطلع عشان تتظبط. طبعا انا كنت عاملاها يعني، نحط بقى ده وش اللبن، انا بشيله بستعمله حاجات كتير يعني، لأغراض كتير متعددة عندي. شوية قلت احطهم، وبعدين حطيت الكنافة. طبعا البسبوسة عايزة انتي لما تحطيها يعني بتسويها بايدك بشويش كده، لكن طبعا عشان تحطي كنافة ولازم تضغطي بقى على الكنافة. دي بقى اللي يعني التكاية اللي ما عجبتنيش، ان انا كان لازم اضغط على الكنافة، وطبعا البسبوسة تحت هتتضغط برضو، فما ادتنيش النتيجة الحلوة اللي انا عايزاها. هنا عملتها بس على خفيف كده. هنقوم بقى ندخلها في فرن مولعة يعني وفي حرارة ونشوف. احنا بنعمل الكنافة دلوقتي، وبعد كده بقى هندخل الفراخ. في فراخ مشوية، وفي فراخ صينية بالبطاطس، وفي رز معمر اهوت، وفي جلاش باللحمة، وفي ورق عنب هعمله دلوقتي وهنرجع لكم. ودي الكنافة بتاعتنا بعد ما خلصناها، كنافة بالبسبوسة وبالقشطة، ريحتها خطيرة. وحطينا لها الشربات على فكرة، لازم وهي سخنة طالعة من الفرن الشربات كان بارد. وده الرز المعمر بتاعنا، شفتوا الجمال. دلوقتي احنا بنشوي الفراخ في الفرن لسه، ودي كفتة رز. ونرجع لكم تاني نصور حاجة حاجة. دي صينية البطاطس اللي بالفراخ، وده الجلاش، والمحشي ورق العنب اهو. هنغرف بقى، المغرب بيأذن. ودي الكفتة بتاعتنا، هنوريكم بقى بعد ما نخلص. دي سفرتنا البسيطة مع اولاد اخويا يفطروا معايا، العرايس بقى وعرسانهم معاهم. حاجات بسيطة كده على الماشي. فضلوا معانا ورق عنب، مش عارفة ليه غامق ورق العنب مع انه المفروض يعني اخضر. رز معمر، كفتة الرز جميلة، فراخ المشوية. تفضلوا معانا، واقول لكم بقى مع السلامة. وما تنسونيش لايك شير كومنتات يا جماعة كتير. مع الف سلامة، كل سنة وانتم طيبين.